طبعا احنا نقول مبروك للنادي الاهلي وارد لك نادي الزمالك. نادي الزمالك ادى جيم برضه في حدود امكانياته المتاحه. المباراه انتهت في الشوط الاول والثاني زي ما كنا قلنا بين الفترتين. تحسن يعني اداء الزمالك وجاء حاله من استرخاء من لاعبي الاهلي شويه او تريح، والمدرب بدا يريح اللعيبه عشان ماتش القادم مع البنك الاهلي بقى يوم الثلاث ان شاء الله على نفس الملعب برضه الساعه 7. وبداية طيبة جدا للبنت الأجنبية كيلي، وظهور أكتر من لاعبة على مستوى عالي من وخاصة اللاعبات اللي كانت راجعة زي ندى نافع ورانيو، اللاعبات اللي كانت راجعة من الإصابات وكده، زائد إن كان في أكتر من نجم. سوريا النهاردة نجمة، نادين السلعاوي نجمة، حبيبة لاعبة كويسة، رضوى رانيم. كل اللي قدمه رنيم، لا رنيم اضافه جامده، اضافه قويه بالنسبه للنادي أكيد. الاهلي وكده. فمباراه تسيدها النادي الاهلي من بدايتها لغايه الاخر، واعتقد ان النادي الاهلي استطاع ان يفرض اسلوب لعبه وطريقته ودفاعه وهجومه على فريق نادي الزمالك. خلينا اوضح النتيجه 122-52 وليس 51، اي 70 نقطه فارق استطاع النادي الاهلي ان يحسم اللقاء النهارده. دكتوره داليا، هو طبعا واضح ان كابتن طارق برده كان عايز يحافظ على الفارق. لا ده هو مش عايز، ده هو وسعه يمكن كمان زي ما توقعنا. هو ما ضغطش من اول الملعب عشان الاجهاد، بس هو كان ضاغط يعني، هو كان ضاغط هاف كورت ضاغط، ولكن مش بيعمل ترابات كتير جدا. اداء الزمالك اتحسن من الناحيه الهجوميه، يعني بدأوا يتعاملوا مع بعض أكتر، بيشوفوا بعض أحسن، في تميز واضح ليارا أسامة في فريق نادي الزمالك. نعم. بنت فرقة معاهم جامد، سواء من الناحية الدفاعية أو الهجومية، بس ستيل الزمالك كان في الدفاع مش كويس يعني خالص برضو. كان سايب الشوتينج وكلهم تحت الباسكت، يعني ما كنتش فاهمه هم يعني، يمكن يعني مدير فني جديد ما مرنش الفرقه بالتمرين واحد، اكيد طبعا هيبقى في والبنات مشاكل ممكن فنية. تكون بتجهد في الفاست بريكات الكتير اللي بتحصل الاهلي بيعملها، ف بتجهد، ما عندهمش تغييرات كتيره، فما كانوش قادرين يسدوا يعني، كانوا مركزين في الجانب الهجومي اكتر من الدفاعي. شايفه ان يارا اسامه افضل لاعبات نادي الزمالك من ناحيه النادي الاهلي، شايفه مين كمان كان افضل لاعبات؟ الحقيقه الزمالك يعني هي يمكن يارا اللي لفت، وهي لعبه منتخب كمان يارا اسامه، لفتت النظر قوي. جرأتها، دخولها كتير على الباسكت، كانت بتعمل موفمنتس كويسه جدا في لعيبات كبار زي يعني كترانيم، هي المان بتاعها وما كانتش يعني بتدخل فيها وبتدخل وتجيبه. هي مميزه الحقيقه. طب من ناحيه يعني النادي الاهلي حضرتك شايفه مين كان النهارده من افضل اللاعبات؟ والله هم كلهم يعني في الشوط الثالث والرابع انا شايفه في تعاون قوي جدا، الفرقه بتلعب بهارموني عاليه جدا، شايفين بعض كويس، كلهم كانوا احسن من بعض وبيلعبوا باريحيه يعني. هم زي ما كابتن سلعوي قال يعني هديوا، بيلعبوا بهدوء، والبيفوتات طلعوا وكانوا بيشوتوا 3 بوينت من بره، والدنيا كانت هاديه خالص يعني. فواضح ان هم يعني هم كلهم كانوا نجوم يعني. يمكن كابتن سلعوي قلت كلمه حلوه جدا يا كابتن في بين الشوطين، انه كابتن عمرو عاشور انه استطاع يصعد بهذا الفريق للثمانيه في وقت هليوبلس، فريق جاي جدا ويعني رابع الدوري السنه اللي فاتت، رابع الدوري السنه اللي فاتت، ما نجحش انه يتاهل. بس خلي بالك يا كابتن، السابع الثامن، السابع هيلاعب التاسع، هيلاعب التاسع السابع هيلاعب العاشر، والثامن هيلاعب التاسع، والثامن هيلاعب التاسع. ايوه بالظبط. فهو هنا لسه في فرصه يعني في فرصه ان هيلوبلي يشد تاني، لذلك الحرب على المراكز تحت في منافسه، ما بقاش ترتيبه بس ترتيب، ان انا ليا امل تاني ان انا اطلع في الادوار الاقصائيه. فشايف انه في الوضع ده اكيد يعني اللي هيبقى الموضوع ملتهب في الثمانيه اللي فوق عشان يهربوا، كل الفرق عايزه تهرب من الترتيب الاخير والقبل الاخير طبعا. ونفس الكلام تحت كله بيصارع عشان يبقى في المركزين الاوائل، لانه من حقه يبقى يعني ياخد فرصه ثانيه، ياخد فرصه ثانيه، زائد ان برضه ممكن المراكز تديك تصفيات، تروح دوره عربيه، تروح يعني ممكن مراكز